خلاص انا عرفت ايه اللي فايتني، ان انا ما كنتش بضم كويس. بص كده، يلا. لا مش ده اللي انا اقصده، مش ده اللي انا اقصده. ودلوقتي جامعتنا مع اتحاديات الزمنيه، عاملين يا جماعه الاخبار؟ طيب ان شاء الله بقى النهارده ايه، هنجيب طريق الجزيره البركانيه واحاول اوصل لتوب 300 بقى. انا كنت وصلت لتوب 500 فيها قبل كده، هتلاقي سلسله لتوب 500، دلوقتي توب 300. نحاول يعني نحاول. تعال نشوف بقى المركز ال 300 بيدخل في قد ايه. طيب المركز ال 300 بيدخل في دقيقه 32 ثانيه و5 من 100، فمطلوب مني ان انا ادخل في نفس الوقت او اقل منه. يعني في المركز 294 كيس يوري بيدخل في دقيقه 32 ثانيه 4 من 100، فيعني لو جه الوقت كده يبقى كويس. ماشي، يلا بينا ندخل بقى على التحدي نجرب حظنا كده. ما تنساش بقى اللايك وسبسكرايب الحاجات الحلوه دي. يلا بينا. انا هلعب ايه، لعب الاونلاين العادي يا ولد. انا مستوى القديم كان كويس اهو. لا مفترض ناحيه الشمال. ماشي مش مشكله، لسه بنجرب. طب ما انا مستواي كان حلو يا جدعان، انا قلت يعني هلعب كده هكسر رقمي بسهوله، بس واضح ان لا، المستوى هاخد حبه وقت. خد يا ليه. واحدة شمال، واحدة يمين، ثلاثة، بعد كده واحدة يمين، بعد كده ثلاثة شمال تاني. أيوة ولا كويس. الموضوع طلع كويس اهو. استنى يا عم، انا محتاج قد ايه؟ ثواني. يعني انا بدخل في دقيقه 32 39 دلوقتي اكسره بواحد من 100 جزء من الثانيه. ايه يا جدعان بتهزروا؟ دقيقه 32 38 يا فرحتي. بس بص الارقام تحس ان هي حلوه، يعني 30 و6 و30 و6 الجوله الثانيه والثالثه زي بعض كده والدنيا جميله. ماشي، والاولى 32 26، بس حلو كبدايه يعني ان المستوى تطور، فدي حاجه كويسه. طيب نجرب تاني. حلو، 32 و6 وفرت 20 من 100. لا ماشي، المستوى بيتطور بس في حبه حاجات محتاجه تظبيط. ايوه كويس كويس كويس. تعال واسع اوت. يلا اظبط. حلو. كويس. حتى اللي في الاخر دي بتوتر. ماشي 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 ماشي. ممتازة اللفة الثالثة، ممتازة. الثانية وحشة والأولى بقت أحسن. ماشي حلو قوي، يعني من 39 ل 9، من 38 ل 19 وفرت 19 من 100. ها محتاج أوفر كمان كام بقى؟
انا المفروض 5 32 و5 او 4، يعني محتاج 15% جزء من الثانيه كمان اوفره ويبقى كده الدنيا زي الفل. في بعض الحاجات كده عايزه تتظبط، حاجات بسيطه خالص وبتفرق جدا في الوقت. 96 لو الثانيه بقت 96 زيها انا وفرت كتير كده على فكره، يعني هبقى وفرت 13%، واللفه الاولى 3%، يبقى كده زي الفل، يبقى 16%، يبقى انا كسرت رقمي بكل سهوله. هي بس حبيت محاولات وهوصل للتوب 300 بسهوله ان شاء الله. الموضوع طلع مش صعب زي ما كنت متخيل. طيب نشوف بقى انا كده بقت المركز الكام. 374، حلو جدا. 374 خلاص، هانت يا جدعان، هانت. بيني وبين الاول اقل من ثانيه، خد بالك. جي المركز الثاني وكرمي المركز الثامن، ما شاء الله. بص الثاني للثامن فرق 10% جزء من الثانيه. بص ريان 21 وعليه بسام عاش. عبد الله 73 بيضحك عليا وبيقول لي لسه بتعلم اللعبه، هو اصلا بقى اعلى مني يا ابن اللذينه. ماشي يا عبد الله، الفرق بيني وبينك 4%، بس هعديك دلوقتي. عامل فيها مش بيعرف يلعب بالاسلحه والتحدي الزمني مش قوي، وبيلعب حلقات بس، وشويه كنت اسمع السلام الجمهوري جنب وداني. ماشي يا عم الحاج، ماشي يا عم، كلكم بتغشوني، لكني لن اقبل. يا عموري عامل ايه؟ 565. بعد ما نكسر رقمي بقى انزل الفيديو، بقى اكسر رقمي بقى يا عموري كالعاده، يعني بيستنى انا اعمل تحدي زمني عشان يكسر رقمي، بس غير كده ما بيلعبش هو تحدي زمني. كويس، لف الاولى كويس. لا يا راجل يا راجل، اللفه الاولى كويسه قوي، اللفه الاولى كويسه قوي، اللفه الاولى حلوه. اكملي بقى، اكمل بقى، ده انت طريق غتت. ايوه تمام ماشي. الحته الاخيره دي برضو مش حلوه، بس ماشي، اللفه الاولى كويسه احسن من قبل كده، في تطور. ايوان مش افضل حاجة، بس ماشي حلوة برضو. ايوه لهو على التوتر بتاع اللفه الاخيره. مش فاضل بس ايه الحته اللي جايه دي. ايوه دي 32 و5، ده اللي انا كنت خايف منه. بس اللفه الثانيه والثالثه كويسين جدا، والاولى كويسه، يعني كانت تبقى 6 كده بقى، فاهم بقى، يعني اللفه الاولى 32 و9 كانت تبقى 32 و6، او اللفه الاخيره تبقى 29 و96 مش 99، بحيث الثلاثه دول اوفرهم، يبقى الاجمالي دي 32.2%، مش 5%. انا كده قلقان، ما انا كده يا اما فوق ال 300 بحاجه بسيطه يا اما تحت ال 300. تعال نشوف انا بقيت كام. 305 305 مركز ال 200 بيني وبينه 13%، بس يعني لو ظبطت الاولى والثالثه والثانيه كده بقى هبقى مركز ال 200 كمان، انزل تحت ال 200، بس مش وقته دلوقتي، احنا توب 300 النهارده، توب 300. ما نطمحش الحاجه ازيد من اللازم يعني. ماشي يا عم الحاج. حلو، هنا بقى ايه؟ خلاص انا عرفت ايه اللي فايتني، ان انا ما كنتش بضم كويس. بص كده، يلا، لا مش ده اللي انا اقصده، مش ده اللي انا اقصده. بص لازم اجي شمال سنه كده، اجي جنب الخشبه واعمل كده. بص هنا كده بتسحب بقى، يا سلام. ماشي
هي حبه حاجات بسيطه هظبطها وخلاص. يعني انا حاسس ان انا ممكن كمان اصلا انزل تحت ال 200 النهارده ان شاء الله. يلا بينا ننزل بس تحت ال 300 وبعد كده نشوف الموضوع. ماشي اخدتها على واسع شويه مش مشكله كده. اضم شويه واجي جنب الخشبه كده. ايوه ايوه يا سلام. اللفه الاولى مش احسن حاجه بس ماشي. اللفة التانية كويسة بس خلاص ماشي. ولا والله ما كنت متوقع ان انا اجيب دي 32 و2. دي ايه ده؟ اللفه الثالثه 29 و93 من 100. والله انا بلعب كده قلت خلاص بقى اللي هو ايه يعني محاوله كويسه عشان اقول لكم لما اقول لكم انا جامد تصدقوني. هذا من فضل ربي يعني انا ولا جامد ولا نيله، هي جت معايا كده الحمد لله. تخيل بقى لو 93 اللفه الثانيه برده يبقى 29 و93 واللفه الاولى دي يبقى 32 بالظبط مثلا، اخد بالك؟ هبقى انا ساعتها ايه ممكن يعني ابقى فاضل لي حاجات بسيطه اللي انا ابقى على المركز 100 وشويه. يا عيني يا عيني يا عيني. انا ما كملتش ساعتين يا جدعان، ما كملتش ساعتين الحمد لله يعني. انت متخيل لو قعدت لكم انا في التحدي الزمني هعمل فيكم ايه؟ انا سايب بس المحترفين دول اللي هم شايفين نفسهم محترفين، انا سايبهم ياكلوا عيش بس مش اكتر كده يعني عشان يفرحوا. انا لو استثمرت الوقت شويه في الحاجات دي هدغدغ الدنيا. تخيل كده لو قعدت ساعتين، اقل من ساعتين عملت كده، ولو قعدت 10 ساعات مثلا هعمل ايه؟ شوف انا كام بقى؟ 283 زي الفل زي الفل. فرق بيني وبين الاول 80 جزء من الثانيه، يعني اقل من ثانيه عادي جدا. لو قعدت ال 10 ساعات دول هعديه كمان ابقى الاول على العالم، يعني ايه المشكله؟ طيب انا كنت عند كرونوس ده، انا كده عديت وليد وابيس وعبود وعبد الله وبسام وار جي في. يا سلام بقيت هنا جاي لك كليكت خلاص. بيني وبينك 3 من 100 جزء من الفسوه من الثانيه، اللي هي لو اللفه الاولى كانت كويسه كان الموضوع اختلف. بص الفرق بين الكريكت ومازن قد ايه؟ 20 من 100 جزء من الثانيه، فرقت من 270 ل 129. وعثمان 127 ما شاء الله، وهو ومازن نفس الرقم على فكره. ورحمون تحت ال 100 69. بص انت كل 10 من 100 بتنقص اعداد كبيره جدا. ماشي جاي لكم يا جدعان، جاي لكم يا جدعان، الحمد لله الحمد لله، والله ما توقعت ان انا بالسرعه دي كده. عامة وبكده يكون انتهى فيديو النهارده، ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتم يعني ان شاء الله يعني. وبس كده ما تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، واستنى بقى في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله يعني باذن الله. وبس كده يلا سلام.